مزدار بنا بخشنی بخشاین گری میرا بنا اورا مزدار. بين الوادي والجبل كتبت حكاياتهم وتردد صداها مع وقع صوت الدفوف المصاحبة لترانيمهم وأدعيتهم. حكاية دين انبثق قبل أكثر من 3000 عام وما زالت تعاليمه مستمرة حتى اليوم وتمارس طقوسه على أرض البدايات. الزرادشتيون خالفت تعاليم زرادشت عقائد قديمة تعددت آلهتها ليعلن تعاليمه التي أخذت اسمه. ومن أسئلته الأولى وأجوبتها دونت وصاياه في كتاب الأفيستا. طبعا الديانة الزرادشتية يعتبر بأقدم ديانات في العالم، لهذا كل العلماء الأوروبيين والأجانب يعتبرون يقولون للنبي زرادشت وديانتنا بأنه أم للديانات، وأيضا يعتبرون النبي زرادشت أب للحرية، لأن أول من تكلم عن الحرية هو النبي زرادشت. كان ولد النبي زرادشت في منطقة ورمية التي الآن هو في شرق العراق في شرق كردستان، منطقة كان أكثريتهم هم الزرادشتيين، لأن الديانة الزرادشتية قبل 3800 سنة قبل الآن نشأ هذا الديانة في منطقة الآريانية الذي الآن إحنا نقول نسميه بأنه إيران، ولكن الزرادشت هو آريائي ولد في ورمية وأيضا نشر ديانته في منطقة الشرق الأوسط. والآن منتشرين أتباع زرادشت منتشرين أكثر شيء في هندستان وفي إيران وفي أوزباكستان وطاجكستان، وأكو أقدم معبد هو في طاجكستان، وأيضا أقبت أماكن الزرادشتية في إيران منطقة يزد وأيضا في هندستان إيرانشا، ولكن المناطق الأماكن الأثرية الأخرى موجودين في كردستان شمال العراق كردستان. الزرادشتيون هن اتباع للنبي زرادشت، ولكن الديانه له اسم باسم مازدا ياسنا المعروفه بهذا الديانه، والنبي اللي قام بتوزيع والنشر فكره المازدا ياسنا هو النبي الزرادشت المعروف الزرادشتين، ويسمون الاتباع المازدا ياسنا ديانه المازدا ياسنا بالزرادشتيون او شخصيه النبي الزرادشت. النبي زرادشت تقريبا حسب البحوثات اللي موجودة والكتب الموجودة القديمة تقريبا 3700 سنة قبل الميلاد موجود هذا الديانة بعهد الميتراني، تقريبا عهد الميتراني اللي كان موجود فيها بكسر من الأديان الثانية اللي كان يعبدون القمر أو الشمس أو النجم سيروس أو الحالات الطبيعية اللي كان موجودة على كبراكين وزلازل وهي الشغلات، يعني القوى الخالقة الطبيعية موجودة. ولكن النبي زرادشت خرج من ضمن هذا الأديان ليشكل ديانة واحدة، وهي أن هناك قوة خالقة قوة أكبر من الطبيعة موجودة، وهو باسم أهرامازدا إله الخالق الكون والكائنات. من مزدا برستم سوز دادم با ازادیو با ازادیو با دیوان چاکی با دیوان چاکی اندیشه چاک حاضر جیرم.
قبل التاريخ الميلادي في أرض ميزوبوتاميا العراق اليوم كانت توجد ديانات غير سماوية تعبد آلهة متعددة كإله القمر، الشمس، السماء، الأرض. حين بلغ زردشت 20 راودته أسئلة كثيرة عن ماهية وتكوين الحياة عبر أسئلة لم يجد إجابات عنها، وللبحث عن هذه الأجوبة غادر قريته إلى الجبل واعتكف للتفكر بالوجود، أجوبة حصل عليها بعد أن تكلم مع الإله بعقله. عندها تيقن زردشت بوجود إله واحد يدبر الكون وأحوال العالم واسمه أهورا مازدا. لا تختلف الزرادشتية عن بقية الأديان الموحدة القديمة، يؤمنون بوحدانية الخالق ويطلقون عليه اسم أهورا مازدا. كيف يرى الزرادشتي إلهه الواحد وكيف يتقربون منه؟ ديانة الزرادشتية هو أول ديانة توحيدية، ولكن مو مثل الديانة الإبراهيمية، لأن الديانة الإبراهيمية هو ديانة عبودية بين علاقة بين المؤمن والآلهة، مثلا علاقة العابدية. ولكن بالديانة الزرادشتية إحنا ما عابد، إحنا مو عبد أهورا مازدا، عندنا علاقة أخوية، لأنه بالديانة الزرادشتية متكونة من الوجود. أني كإنسان جزء من الوجود، لأنه أني هام يشارك مع الوجود، لأنه إحنا كعدنا علاقة أخوية بين أهورا مازدا والمؤمنين. الزرادشتية هي الديانة التوحيدية، يوحد الله سبحانه وتعالى مثل ما بيقولوا بالإسلام أو باليهودية أو بالمسيحية، ولكن الله عند الزرادشتين هو أهورا مازدا. فالديانات الإبراهيمية مستنسخين الفكرة أو أخذين انبعثوا الفكرة التوحيدية من الزرادشتية، بأن هناك حقيقة قوة إله خالق الكائنات والمخلوقات وكل شيء. يعني هو أول ديانة توحيدية الزرادشتية نشروا هذا الفكر في منبع نحن نقول الإمبراطورية الآرية الموجودة في ذلك الأحد. يعني في معبد الزرادشتية ترقد حكايات الشمس والنار، وعبر تاريخهم سموا بعبدة النار صورة لازمت ديانتهم. النار مقدسة وحاضرة في أغلب طقوسهم الدينية وأعيادهم، ومنها عيد نوروز. فهل يعبد الزرادشتي النار؟ وإلى من يتوجه في صلاته؟ النار مقدسة عندنا ما نعبدها، لكن احنا من نصلي نتوجه للنار. اذا شمس ماكو ليل طبيعي بالليل او اي شيء مصدر للضوء نتوجه لكي نشوف المقدس مالتنا اللي أهورا مازدا. احنا نعتبر أهورا مازدا كنار للبشر، ككل شيء للبشر، كحياة البشر. لذلك احنا النار عندنا مقدس، بس مجرد تقديس مثل الأديان الأخرى. طبعاً مع الأسف كثير من الـ مثل ما تقول أتباع الديانات الأخرى اتهمونا بهذه الأمور، كالزرادشتين هم أتباع كعبادين النار أو عبادان الشيطان. هذه التهم طبعا نحن
نردها بشكل قاطع أن الزردشتية ليسوا بعباد النار، إنما نحن ننزل النار نرى في النار نور أهرى مازدا، نرى في النار نظافة النجاسة الموجودة بأي شخصك، ننظر بالنار بأنها شيء عظيم، فلولا نار لما وجد الحياة. نتذكر هذا الشيء دائما، ننظر للنار نرى وجه الساطع لأهرى مازدا، نرى وجه الصالح والعقيدة الجيدة الصالحة الذي زرعها أهرى مازدا فينا. النار هي مقدس، فهي إحدى عناصر مهمة بالحياة، كما موجود الماء والهواء والتراب، فهناك النار شيء مقدس بحياة البشرية أجمعين. عند خروج الشمس يكون قبلتنا هذا الشمس، لأن النور أول انبعاث النور بالحياة يكون عند الفجر، نحن نتجه اتجاهنا نحو الفجر وهو طلوع الشمس. على الظهريات يوجد شمس، أي مكان أي محل يكون نحن نتجه عليه. باعتقاد الزردشتين ليس هناك قبلة محددة لوجود أهرى مازدا، لأن أهرى مازدا موجود بأي مكان، حتى بظلامات كمان موجود، لأنه هو متحكم بالقوة اللي موجود أنت فيه. نحن ليس عندنا قبلة محددة نتجه فيها قبلتنا، حتى بالليل مثلا بالليل بالظلامات نشعل نور، إذا كان شمعة أو نورا أو نارا صغيرا، نتجه بهذا النور وندعي لأهرى مازدا على خير. ديانة الزردشتية كما موجود بالديانات الإبراهيمية أكيد عندنا كمان الصلاة بفروضه الخمسة الموجودة بالزردشتية. نحن يوميا 5 مرات نقوم بطقوس الصلاة، الصلاة الفجر والصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عندنا الصلاة الجماعي بالمناسبات، مثلا عندنا مناسبات كثيرة بالزردشتية كنوروز مثل هذا اليوم، بهذا اليوم يمكن يكون عندنا صلاة جماعية، وهو وجود رجال الدين حتى بالدف، يعني نحن نقول دف، وقراءة القاتات. القاتات هو أناشيد وتراتيل وكلمات النبي زردشت، كتاب موجود طبعا هذا الكتاب بآلاف السنين عمره، المتبقي من هذه الكلمات عنا ومترجم بجميع اللغات بالعالم. نحن بنقرأ القاتات والأتباعين الموجودين عنا يمارسون هذا الطقوس معنا. معنا عنا مراسيم أخرى كأربعاء الأحمر كمان، هذا يعني عنا مناسبة عظيمة يعني كأربعاء الأحمر، وعنا مناسبات أخرى كمهرجان وتريجان وكتير مناسبات أخرى. Stains the command of Saint Chuck. Stains the command of Daddy Chuck. Stains the command of Daddy Chuck. الزرادشتيين ليس يعبدون النار، كما يقولون الفارس المجوسي يعبدون النار، الكردي يعبدون النار، الأكراد يعبدون، هذا غلط. الزرادشتيين ما يعبدون النار، بل يعبدون آلدة واحدة أهورا مازدا، ديانة توحيدية. كثير من الناس يقولون لنا بأنه نحن عبدة النار ونحن نعبد النار. أنا أسأل أيضا سؤال للناس اللي يقولون لنا نحن عبدة النار. إخواننا المسلمين مثلا يفترون حول الكعبة الحجر الأسود، يدعون ويبجون ويبوسوا، ولكن لم يعبدوا الكعبة الحجر الأسود، يقدسوه. وأيضا نحن نفس الشيء، نحن كل طقوساتنا بها نار، كل احتفالاتنا بها نار، حتى العزاء مالتنا بها نار، ولكن لم نعبد النار، نقدس النار. لماذا النار مقدس؟ النار هو مصدر وجود الحياة ووجود البشرية. لو لم يكن شمس لم يكن الحياة، لو لم يكن النار لم يكن أيضا الحياة. لماذا؟
إذا نرى بأن حول ما حولنا في هذا الغرفة كل اللي مصنوع بها هو المصنوع من النار، ولا أحد، الإنسان لم يرى رب العالمين، ولكن نرى نور الرب العالمين من نور النار. عقيدة أسست على ثلاثة مثل عليا للوصول إلى روح تعاليم زرادشت، اختصرت بمثلث الفكر الصالح، العمل الصالح، القول الصالح. إلى أين يؤدي هذا الثالوث؟ نعم، مبادئ الأساسية في الديانة الزرادشتية هو الفكر والقول والعمل الصالح. أكو إذا يعني ما تقدر تشيل واحد من هذا المثلث وماكو رابع أن تزيده، ماكو، يعني هو الحياة مبنية على الفكر والقول والعمل، هذا ثلاثة. يعني علماء حاولوا يضيفون الرابع، الشيء الرابع ما قدروا، وحاولوا ينقصون ما قدروا. كيف تكون زرادشتيا؟ كيف تكون حسب مواصفات الموجودة بعقيدة الزرادشتية؟ عندما يكون عندك ثلاث مبادئ تتحكم فيه، وهو الفكر الجيد، الكلام الجيد، والعمل الجيد. هذه المبادئ الثلاثة بالزرادشتية إن زرعت بنفسك سوف تكون إنسان صالح، وعندما تكون إنسان صالح فيكون حياتك أبدي. فهذا هو الفرق بين الديانات الزرادشتية والديانات الإبراهيمية. عندما تكون إنسان صالح سوف تكون حياتك هو الجنة، ما بعد موتك سوف تكون أزلي دائما، سوف يكون اسمك دائما موجود بحياة الجميع. للزرادشتية شعار يتقلدون به يسمى الفارا فهار، ما مدلولاته ورموزه؟ الفار فهار هو شعار للديانة الزرادشتية، فيه ما يرمز لاستمرارية الحياة. يتوسطه شخص زرادشت الذي يرفع يده اليمنى باتجاه الشرق لتدل على السلام والمستقبل. الحلقة داخل يده تدل على الوعود بين الزوج والزوجة، أما الأجنحة السفلى فتدل إلى الشر، على عكس الأجنحة العليا التي تدل إلى الخير، والدائرة فيه تمثل أسرار الحياة. ننظر إلى هناك بالوسط أكو علقة وهو طالع من العلقة، هذا العلقة يعني شنو؟ إذا نروح نشوف الأرض هو مدور، ومعناته الثاني إنه الحياة سيركس، سيركس يعني ما بها وقف، يعني مثلا ورايا ابني ابنة ابنة أجيال أخرى أجيال أخرى، إذا حياة مستمرة. وهو طالع من العلقة شنو معناته؟ معناته يعني الإنسان ما يصير يبقى بحد بالنقطة واحدة، يجب أن ينطلق انطلاق هناك. فإذا هناك نرى بأنه أكو رجلين، هذا الرجلين يعني هذا سبنتمانيو وأجريمانيو، أجريمانجمن الأجانب جاية من هذا، يعني أكو عندك طريقين، طريق الصحيح وطريق الخطأ، طريق إلى الخلود، إلى الحياة السعيدة، وطريق إلى السقوط، إلى الفشل. فإذا لازم الإنسان يستعمل أيضا فكره لكي يختار الطريق الصحيح. ولكن نرى بالأخير نرى بذيله، ذيل الطير، ذيله مبنية على ثلاث طبقات. الطبقة الأولانية الفكر، من فوق قلنا فكر الصالح، ولكن بالأخير نقول الفكر ليس الصالح السيء، والكلام السيء، والعمل ليس جيد عمل سيء. الإنسان من يستعمل هذا ثلاث كلمات كل سيء، الفكر والكلام والعمل السيء، لم ينجح في بحياته، لم يكون يذهب إلى الخلود، لم يذهب إلى الأمام وإلى التقدم. ماذا يحصل له؟ ينزل 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 تحت حتى يكون إنسان فاشل، ونتيجة الإنسان الفاشل حضراتكم تعرفوا. هذا الرمز للزرادشتيين وللقلادة وللوجو الزرادشتية. في أعالي الجبل القريب من سد دوكان عليك أن تمر عبر سلالم حجرية
مرصوفة منذ القدم تؤدي إلى معابد حفرها القدماء داخلة معبد جارستين وكهف الأعمدة الأربعة، لنقترب الآن من أسراره وقصصه. اليوم احنا في مركز مدينة دهوك في منطقة جالي دهوك يسمونه، واليوم احنا وصلنا في معبد جارستين او كهف جارستين. تعود هذا المعبد تاريخه الى الديانة الزردشتية، حدود تقريبا 2500 سنة قبل الآن او 500 سنة قبل الميلاد. تعود هذا المعبد للديانة الزردشتية، يسمى هذا المعبد بمعبد مغلق. اكو هناك الديانة الزردشتية معابد مغلقة ومعابد مفتوحة، هاي معبد مغلقة يقع في مثلا في الطرف السفلي من الجبل، يعني عكس مثلا أشعة الشمس، مثل معبد مغلق. هناك يتكون هذا المعبد من مثلا من كهف دائري مغلق. أطراف الكهف مثلا هناك سيول، مكان للسيول مثل جريان المياه. استخدم هذا المكان مثلا لمكان الجلوس، هم بعد لمكان مثلا اشعال اشعه النار، هم بعد مكان لجريان المياه حسب احتياجاتهم، حسب ظروفهم الزمنيه، سواء كان في فصل الربيع او فصل الشتاء او فصل الصيف او الخريف. هم بعد هناك يسمى معبد جارستين او بالعربي ذو الاعمده الاربعه. هناك مثل ما قلنا اربعه اعمده، مثل ما قلنا كل اعمده يدل على شيء مقدس الديانه الزردشتيه، مثلا ماء نقي، تربه، مثلا هواء صافي، مثلا اشعه الشمس او الضوء. هذه الاعمده تقريبا كل طولهم تقريبا متر ونصف، متر ونص او مترين، وكذلك عرضهم تقريبا يصل الى متر واحد. هناك مثل ما قلنا هناك عدد فوهات داخل اطراف الصخره، وهناك في داخل اطراف الاعمده. وهذه الاعمده لم تكن مثل ما نشوفه الان، ولكن دائره الاثار قبل تقريبا هالباب في الأساس مو هيجي، كان باب هناك باب صغير، واحد من يخرج ومن يدخل لازم ينحني نفسه تقديسا لهذا المكان المقدس للديانة الزردشتية. وكذلك هناك شباك، هم بعد شباك للديانة الزردشتية. هالباب هالشباك الأشخاص الديانة الزردشتية قاموا بأيديهم وبمعاولهم القديمة قاموا بنحتها. والشباك مثلا دائرية، دائرة ترمز مثلا لأشعة الشمس، نفس دائرة أشعة الشمس، وذلك لإخراج وكذلك إدخال الضوء داخل الكهف. ونفس الشيء هناك أربعة أشياء مثلا منحوتة داخل أطراف الكهف، أشياء صخرية من قبل الديانة الزردشتية. اثنان منهم مثلا لحد الآن ظاهر، ولكن اثنان أخرى شوهت مثلا لأثار لتأثير العوامل الجغرافية. هناك مثلا رمز الشمس، رمز الشمس، وهناك مثلا رمز الإله السين، إله القمر. وهذه الرموز لحد الآن ما حد يستطيع إظهارها لتشويهها من قبل يعني تأثير العوامل الجوية أثرت عليها. هناك اكو منحوته صخريه تقريبا طولها تقريبا 3 متر وتقريبا عرضها تقريبا مترين، ويسمى هاي مثلا احنا نسميها الان نفق، وهاي يمرون ويصعدون وينزلون فقط الاشخاص المتدينه ذو المناصب الدينيه العاليه للديانه الزردشتيه، مراسم الديانه الزردشتيه. وهناك مثلا في بدايه النفق ونهايته باب، بس هذا الباب هناك باب
رئيسي باب مقدس مثلا يفتح هذا الباب يشوف المعبد الديانة الزردشتية، يعني باب مقدس، هذا الباب الرئيسي للوصول إلى معبد الديانة الزردشتية في معبد تشارستين. في وسط النفق هناك فتحة صخرية كبيرة بشكل دائري مثلا لإيصال أشعة الشمس، أو كذلك هناك من فوقهم يشعلون النار، يشعلون النار في ذلك الوقت الديانة الزردشتية. ومثلا هناك مثلا درجات حديثة، ولكن في ذلك الوقت هناك درجات قديمة من بداية صعدنا الجبل ونزلنا حتى الوصول إلى الكهف. للزردشتيين معابد وكهوف مقدسة، منها قاز قبان ويعني بيت العدل، ضمت محكمة وقبورا ملكية ونقوشا قديمة تعود إلى 1000 قبل الميلاد. ما حكاية هذا المعبد؟ هنا الكهف التاريخ الأثر التاريخ القديم، عمرها تاريخها أكثر من 5000 سنة، ولكن هذا الكهف مشهور بالمعابد الزرادشتيين لأنه فيه أثر نقوشات موجودة في الكهف كي يعتبر هذا المكان الزرادشتيين. هذا الكهف تعتبر متكونة من 3 غرف بالداخل. من داخل هذا الغرفة في 3 قبور، كان يقولون الزرادشتيون يدفنون الأيتامهم أمام الطيور، ولكن نفس الوقت احنا عندنا قبور. هذا القبر كيخسرو هو ملك الثالث الدولة الميدية، ترجع عمره هذا القبر خاصة 2600 سنة قبل الآن. ولكن في نقوشات، هذا أول نقوش كما نشوف مثل الفراوهر، هذا الفراوهر ولكن هذا جامد، ولكن هذا الفراوهر المتحرك الأجنحتين لأنه يعني هذا المقبرة الأرواح يطيرون للعالم الثاني. والوسط بالوسط في موجود الرجل الشيخوخة وفي مشعل بيدو، يعني هنا مش هنا تشقى معبد الزرادشتية في طقوسات في الأيام الأربعاء يسوون طقوسات الزرادشتية. وفي الجانب الآخر كان موجود الشمس، فيعني الشمس هو جزء مقدس من الأربعة أجزاء، ونفسه احنا استفدنا من الديانة المترائية، هو رمز الديانة المترائية في القديم الزمان. وكما نشوف بالوسط المعبد ويا الدربونة في رجلين وفيها تير وشير وأسلحات الحرب، ولكن ما يحاربون يسوين علامة علاقة الأخوية من أجل التعيش والسلام، هو اتفاقية بين الميديين والاتفاق بين الكلدانيين على مود يتفقون على مود يشاركون ويحاربون الدولة الآشورية. هذا الكهف كل أربعاء الناس يجون للزيارة ويسوون طقوسات ويسوون دعاء، والإنسان الأخرى الزائرون يشوفون من الزيارة. ولكن فوق الكهف أكو كهف الأخرى الإنسان ما يقدر يروحون، ممكن بس بالطيارة يشوفوا. هذا باختصار التاريخ القزقابان. قزقابان يعني أول شيء معبد، وثانيا مقبرة، مقبرة للرؤساء، وثالثا قصن قبان يعني ترازو يعني ميزان، ميزان يعني محكمة. ما إن تتوجه إلى الشمال الشرقي لمدينة دربندخان ستجد معبد شميران دربندخان أتيشكا بتصميمه المفتوح على الجهات الأربع، مشيدا من أحجار هذه المدينة. فيه مارس الزردشتيون طقوسهم منذ القدم.
شويني أم أجرا همان أو شويني أجريك لسردمي ساسانة كان أكراوتو. هذا المكان الذي نحن فيه معبد قديم يعود لقرون طويلة، وكانت تمارس فيه طقوس الزردشتية وأولها إشعال النار. استخدموا خشبا خاصا للنار يسمى السرو لتظل مشتعلة، ودخانها يمر عبر ثقب في أعلى المعبد. في هذا المعبد كانت تقام الطقوس الدينية ولا تعتمد على عدد الأشخاص، إذ يمكن للفرد إقامة طقوسه منفردا أو مع جماعة جلوسا أو وقوفا. كانت تمارس في هذا المعبد مراسم عقود الزواج والاحتفالات في الأعياد وحل الخلافات والمشاكل الاجتماعية. لقرون طويلة ظل هذا المعبد متروك ومهمل، وفي عام 2007 تم إعادة بنائه وترميمه. كردستان وعراق ورجلاتي نوراس أشكرا دبيت زور سباس بناي ورمزي بخشاين دي بخشاين قريمي ربان من كدرونم لقلبي ريباق ريخستوان دزانم كيش كاريك لپناوی آورام از دادا بی پاداش نیاو دادا بی پاداش نیاو للوصول إلى درج النار عليك أن تسلك الطريق الطويل عبر الجبال والوديان باتجاه قضاء شيخان، مرورا بناحية أتروش وقرية بيرو باسفرا. هناك سترى ما تبقى من أثر لقريتين زردشتيتين شيدتا قبل دهور بعيدة. لماذا سمي بدرج النار؟ احنا بالقرب هسه احدى الاماكن المواقع الاثريه يسمى درج الحجر، درج الحجر حسب اهالي القريه، حسب الناس شيوخ اهل القريه يقولون احنا في يسمون قديما درج الحجر، ولكن بعد وصول مثلا علماء الاثار والمنقبين مثلا المنظمات الشركات الوصول اليها اكدوا ان هذا الحجر ليس يسمى درج الحجر، وانما يسمى حجر النار او درج النار. وذلك تعود إلى الديانة الزردشتية، الديانة الزردشتية يعني أحد الأماكن البقايا تعود إلى الديانة الزردشتية في خلال 2500 قبل الآن أو 500 سنة قبل الميلاد. هذه الدرجات يصل حسا عدناها قبل شوية سبع درجات، سبع درجات كل درجة يرمز إلى الصفة الجيدة للديانة الزردشتية. كل واحد كل شخص بثناء ديانة الزردشتية لما مر أحد الصفات الجيدة واحد اثنين ثلاث أربعة حسب درجاتهم الدينية يطلق عليها اسم مرتبة دينية عالية يسمى أبير. بير يدل على هذا وصل إلى مكانة عالية أو شخص مهم للديانة الزردشتية الكل يسمعون ويطيعون له، وفي أعلى 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 القمة يشعلون النار. هذا يعود يعني هذا من إحدى الأشياء المقاصد الديانة الزردشتية. ونريد نذكر أن فوق الحجر وأسفل الجبل هناك قرى، قرية عليا وقرية سفلى للديانة الزردشتية، ولكن حسب اعتقادات أهل المنطقة سمعوا من أبائهم وأجدادهم يقول أدت إلى زلزال المنطقة، أدت إلى تخريب هالقريتين، القرية الزردشتية السفلى قرية الزردشتية والعليا هم بعد، وأدت إلى تأثير هذه الحجر النار أصبح مائلة ليس مثل ما كان سابقا. للمرأة مكانة خاصة في المجتمع الزردشتي، وحقوقها ومهامها مساوية للرجل، ولها فيه مراتب دينية عالية. احنا طبعا في ديانتنا ماكو فرق بين الرجل والمرأة. هسا اني بالنسبة لديانتي كمثل مثل ما نقول في اسلام ملة او في المسيحية قش، انا قش يعني اسروان يعني قش،
فلدي رتبة دينية، أول شخص لديها رتبة دينية هو في كردستان وراء ما رجع الديانة الزرادشتية، فكنت أنا. نصوص الديانة الزرادشتية لا تفرق بين الرجل والمرأة، وحقوقها أكثر من الرجل في المجتمعات الأخرى. عادة ما يتولى الابن الأكبر مسؤولية العائلة بعد وفاة الأب، أما في المجتمع الزرادشتي تتولى المرأة هذه المهمة. كما يمكن للمرأة الحصول على لقب أسيروان، وهي من المراتب العليا بالديانة للبنت، وللبنت أيضا حق اختيار زوجها، ولها حق الرفض والقبول. في الديانة يقسم الميراث بين الرجل والمرأة بالتساوي. حتى يومنا هذا هناك الكثير من القرى الزرادشتية تقوم المرأة فيها بدور مختار القرية. في الديانة الزرادشتية العائلة تأتي في المرتبة الأولى. زرادشت حين تكلم مع من تحدث معهم لنشر ديانته كان يتحدث مع شخص بصفة إنسان ولم يفرق بين ذكر وأنثى. المساواة التي دعا إليها النبي زرادشت أنتجت علاقة سليمة بين الرجل والمرأة، ما انعكس إيجابا في العلاقات العائلية والاجتماعية. الديانة الزرادشتية اختيارية، لا يفرض على مواليدهم اعتناق أي دين حتى بلوغه 16 من العمر، حينها يحق له الاختيار. طبعا الزرادشتية هي ديانة الحرية، التي الحرية الموجودة بالديانة الزرادشتية لا يوجد بأي ديانات أخرى. كمان نحن نعطي الحر لحتى أطفالنا. عند البلوغ الطفل الزرادشتية يمكنه اختيار الديانة اللي هو الموجود فيها، هو حر. يعني نحن الطفل بولادة بعائلتي نحن اختيار الديانة اللي هو الموجود فيها، هو حر. يعني نحن الطفل بولادة بعائلتي نحن لن نسميه ان هذا الطفل زرادشتي او شيء اخر. عندما يكبر هو يختار اي ديانة اخرى. اذا الديانة الزرادشتية مخيرة وليس مجبورة. كنا نقدر بهاي الحريه نقول احنا زرادشتيين وراء اصدار قانون ماده رقم 5 لقانون رقم 5 لسنه 2015. الماده كان باسم حريه الاديان. من هذاك الوقت احنا طبعا من ضمن هذا الماده بان تستطيعون ان يكون لديكم ممثليكم الخاص في وزاره الاوقاف والحكومه، وايضا يعني كل الاديان اللي موجود يستطيع ان يكون لها معابدها وطقوساتها، يعني ممارسه طقوسات. وراء هذا احنا قدرنا وراء 1400 سنه بان نقول ها نحن زرادشتيين الاصل في هذا الاراضي المسيبوتانية. رحلتنا مرت بمحافظات السليمانية وأربيل ودهوك للتعرف على الديانة الزرادشتية ومعتنقيها شركاء الوطن
الطامحين فيه للمساواة والسلام وممارسة طقوسهم بأمن وأمان. الرحلة انتهت، لكن رحلة اكتشاف أرض البدايات وأسرارها وأديانها وأطيافها مستمرة. Boy,